قصتنا النهاردة عن شاب من مصر ومن اسكندرية تحديداً حاول يحضر جن ويسخره عشان يحقق له اللي هو عايزه، بس ما كانش عنده أي خبرة في تحضير أو التعامل مع الجن، وجاب لنفسه كارثة وعاش كابوس طويل بكل تفاصيله، وما بقاش عارف يعمل ايه ولا حتى يصرفه ازاي. لو قلبك ضعيف بلاش تكمل القصة، ولو ناوي تكمل ولسه مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكايتنا أول بأول. يلا نبدأ قصتنا. أنا شاب من محافظة الأسكندرية، عمري 30 سنة. الحكاية بدأت من وأنا عندي 15 سنة، ما كنتش ولد عادي، اهتماماتي كانت مختلفة تماماً عن اللي في سني. صحابي كانوا بيروحوا يتفرجوا على ماتش أو يلعبوا كورة، وأنا كنت بنزل على مكان قريب من بيتي بيبيع كتب قديمة وأفضل أدور فيهم على كتب الموارئيات وبالأخص تحضير الجن، وكنت بشتري كتب كتير جداً وأقعد أقرأ فيها ومفكر إن ده فضول عادي، وما كنتش عارف اللي هيحصل لي. كنت كل ما أقرأ أكتر الأحداث الغريبة تزيد أكتر، زي مثلا البراويز اللي معلقها على الحيطة، لقيت الأشخاص اللي في البراويز بيضحكولي ضحكة كلها شر، وبقيت أحس إن في حد موجود معايا في الأوضة وأسمع كمان صوت نفسه، وكمان بقيت بحس إن في حد قاعد جنبي على السرير. بصراحة خفت وبقيت حاسس إني مش قد الكلام ده، فلميت كل الكتب والصور اللي كنت معلقها في أوضتي وحطيتهم في صندوق وشلتهم. السنين عدت وكبرت وتخرجت وبقيت أدور على شغل ومش لاقي أي وظيفة تقبلني لأني ما كانش عندي خبرة كفاية. فجت لي فكرة مجنونة شوية، وهي أني حاول من خلال الكتب اللي عندي أني استحضر جن يساعدني ويحقق لي اللي أنا عايزه. كنت مفكر أن الموضوع سهل وبسيط، وبالفعل طلعت الصندوق وبقيت بقرأ الكتب اللي عندي وأتعمق فيها أكتر وأقرأ كل الطلاسم اللي مكتوبة فيهم، بس ما كانش في حاجة بتحصل، كأنها ما كانتش كافية لتحضير جن. فقررت أنزل تاني وأدور على كتب تانية، وأنا ماشي في الشارع لفت نظري راجل فرش على الأرض بيبيع كتب قديمة جدا وكلها أصلية وأغلبها عن تحضير الجن. حسيت أني لقيت كنز قعدت أقلب فيها، والمفاجأة أني لقيت كتاب شمس المعارف الكبرى، ومش أي نسخة، لأ دي النسخة الأصلية. من غير تفكير قررت أشتريها طبعا، وروحت البيت واستنيت لما الكل نام، ودخلت اوضتي وطلعت الكتاب وبدات اقرا في الطلاسم اللي موجوده بتعمق وبشده لدرجه اني حفظتها، ومن هنا بدا الكابوس. باب اوضتي بقى بيتهبد ويتقفل جامد كان حد زق، وبعدها اسمع اصوات واحده ست بتصرخ واصوات عياط، لدرجه اني بقيت متاكد ان في حد فعلا موجود معايا في الاوضه. وفي يوم طالع بره اوضتي لمحت طيف حد جري بسرعه في الصاله، افتكرت يعني انه حد من عيلتي، بس افتكرت ان كلهم بره البيت وانا لوحدي. خفت ورجعت اوضتي وجيت اقفل الباب، الباب حرفيا اتهبد كأن في ايد حد تاني زقته معايا، وسمعت صوت نفس حد جنبي، وفي نفس اللحظه سمعت اصوات حاجات بتتكسر بره في الصاله. بقيت هموت من الرعب، جريت على السرير ونزلت تحت البطانيه. الاصوات كانت هدت شويه، وبالرغم من كل العلامات دي والحاجات اللي كانت بتظهر وتختفي وحاجتي اللي كان بيتغير مكانها لوحدها، ما كنتش مدرك او مصدق ان كده فعلا حضرت جن وانه موجود بالفعل. وفي يوم كنت واقف في الصاله بلعب انا واخويا، واوضتي بابها على الصالة، وكانت الدنيا ضلمة فيها، عيني جت عليها لقيت واحد واقف جوه في الضلمة وعينيه بتلمع وبيبص عليا، ولسه بشاور وهصرخ عشان اقول لاخويا يبص، الشيء ده اختفى. وقتها اتأكدت انهم كده حضروا واني عرفت احضرهم، وبقيت خايف وندمان ومش عارف هصرفهم تاني ازاي، لحد ما جه اليوم اللي سمعت صوتهم وكلمتهم وكلموني فيه. يوم عمري ما هقدر انساه، كنت معدي من الصالة رايح اوضتي ولمحت الشخص اللي شفته قبل كده جوه الأوضة. خفت أدخل أوضتي، ومن رعبي لميت كل الكتب اللي كانت في المكتبة اللي تخص تحضير الجن وحرقتها، واتبقى كتاب واحد في أوضتي، بس كنت خايف أصلا أدخل أجيبه، فجبت الكلب بتاعي وقررت أدخل أنا وهو، عشان يعني أنا عارف إن الكلاب بتقدر تشوف الجن. ولما دخلت الكلب بقى عمال ينبح ويزوم بطريقة هستيرية وعينيه على مكان واحد في الأوضة ومش بيشيل نظره من عليه. طبعا اتأكدت إنه موجود فعلا في الأوضة، شديت كلبي طلعته وقررت استجمع قوتي ودخلت لوحدي، وقلت بصوت ضعيف ومهزوز، هو في حد هنا من أهل العمار موجود؟ لو موجود هنا ارحل بسلام. محدش رد عليا، قررت أقرأ قرآن واخترت
سورة الزلزلة، وأول ما وصلت عند كلمة أشتاتاً لقيت صوت مخيف قطعني وقال أنت عايز تنادينا وبعدين تصرفنا؟ إيه مفكرها لعبة؟ من صدمتي ما بقتش حتى عارف أبلع ريقي، وجالي صداع جامد جداً وسكت لثواني ورديت بصوت ضعيف وقلت أنت مين؟ اتجاهل سؤالي ورد عليا وقال لي أنت بجد عايز تصرفنا؟ ما بقتش قادر أتكلم من الرعب، واللي زاد أن الكهرباء كمان قطعت. بقيت قاعد على سريري مش قادر أتحرك من مكاني ولا قادر أتكلم. لقيت الصوت بيكلمني وبيقول إحنا ما كناش هنسامحك أبداً على تقطيعك وحرقك للكتب، بس عشان أنت إنسان غبي وتصرفت عن جهل ما كنتش تعرف إن حرق الكتب كان هيجيب لك حاجة أكبر، أنت مش قدها. لو عايز تصرفنا خد الكتب ونقعهم في المية، وأول ما الكلام يختفي تاخد الكتب ترميهم في مكان والمية في مكان تاني وما تخليهمش يلمسوا بعض. بقيت مش عارف أنا أساساً هجيب الكتب اللي حرقتها منين تاني، وفي نفس الوقت أنا مش عارف ده بيقولي أعمل كده عشان أتورط أكتر ولا فعلاً بيساعدني. المهم النور جه لقيت الكتب بحالها كأن النار ما لمستهمش، أخدتهم بسرعة وحطيت وسطهم كتاب شمس المعارف وعملت زي ما هو قال لي بالظبط، وبالفعل كل الأصوات والحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل اختفت. دي كانت حكايتنا النهاردة، الله أعلم بمدى صحة حكايته لكنها منقولة على لسان صاحبها، بس الأكيد إن في ناس كتير بتحاول تستدعي الجن، وناس ليها في الدجل، وناس بتصدق الدجالين ومفكرين إنهم هيساعدوهم، وهم ناسين إن ده أول طريق الكفر والعياذ بالله. الكلام ده مش هزار ومش لعبة، ربنا خلق لكل حد حياته اللي المفروض يعيشها ويكمل رسالته اللي اتخلق عشانها بدون التدخل في الغيبيات. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير الفيديو، واكتبونا رأيكم إيه في حد زي الشاب ده اللي ممكن فضوله يوديه في كارثة هو مش قدها. استنونا في حلقة جديدة من حكايات نص الليل، كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.